طبعا دخلت بحساب المعلمة. نلاحظ هني عندي الأنشطة الحالية أن الطالبة جاوبت على سؤال المناقشة. خنروح عند أول شيء، خنروح عند المواد، نروح عند الصف المناقشات، نشوف الجواب عند مكان المناقشات. هني ظهر عندي إجابتها. نقدر نضغط إجابة، مثلا نعلق عليها، مثلا نكتب صحيح، أو إجابة صحيحة، مثلا إجابة صحيحة. نروح هني عند الواجبات، نشوف حلول الطلبة. نلاحظ هني، نشوف منو اللي سلم الواجب، اللي هو عندنا الجميع، أو أقدر أشوف اللي تم التسليم في وقته. عندنا اللي هي الطالبة سلمت في الوقت. إذا متأخر راح يظهر لنا الطلبة اللي سلموا بعد وقت الساعة 9، أو اللي للحين ما سلم. نشوف اللي تم التسليم في وقته، اللي هي هذه الطالبة، نضغط على اسمها، نشوف هني الجواب. هني حطت لنا هذا هو مثلا الجواب، اللي هو الصورة كمثال يعني. راح تحمل عندنا هني، وراح نفتحها. هني راح أكتب الدرجة، إذا كانت مثلا جوابها صحيح نحط 2 من 2، مثلا خلينا نحط مثلا 1. وهني ظهر لنا أيضا هي متى سلمت، الساعة 7 ودقيقة، ونحط حفظ. أو أقدر مثلا الحين أنا حطيت 1، مثلا أحط تعليق، مثلا راجعي الواجب أو شيء كذي، مثلا أكتب الرجاء مراجعة الحل مثلا وإعادة التسليم. هني طبعا أحط حفظ. هني ظهر لي إن الدرجة 1 من 2. طبعا أعتقد إني ما أرسلت التعليق، فخل نكتبه ثاني مرة. مثلا الرجاء مراجعة الواجب ونشر. الحين نروح عند طبعا الامتحانات. احنا للحين ما نشرنا الامتحان. سجل العلامات ونشوف درجات الطالبة. هني يتم تحديث السجل لأن تونا حطينا الدرجة. هني ظهر عندي اللي الطالبة المعدل مالها هني لواجب الضرب في عدد 3، اللي هو 1 من 2. طبعا الباقي للحين ما سويناهم، فحطي لي هني قيمة العلامة. وبكذي أكون شرحت بشكل كامل إيزي كلاس، من خلال طريقة إضافة المواد وإضافة الصفوف والجدول والواجبات والامتحانات. وإن شاء الله أكون إني شرحتها بشكل كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.